ألا تعتقد أنها الآن في ظل هذه المعادلة أصبحت كل تهديدات إسرائيل بالضربات العسكرية ضد إيران بلا قيمة؟ هل تتفق مع ذلك؟ عزيزي، أولاً هذه تصريحات من المتوقع أن تصدر عن حليف. هو يريد أن يطمئن الحليف اللي هو السوري بأني أضمن أمنك، وأيضا يطمئن الإيرانيين لأنه يريد أن يقنع إيران بالبقاء بالاتفاق النووي، بأنه يضمن أمن إيران بأن لا تتعرض لضربة من إسرائيل. ولكن مرة أخرى، لكن الكبرى عزيزي، هناك شعار موجود وما زال يعني هدفا رئيسيا ليس فقط في الإعلام، في السينما: Never again، بمعنى لن نسمح أن يحدث ذلك مجددا أو أن يتكرر، وهي الإبادة أوشفيتس، الإبادة النازية التي للأسف هناك مهرجانات تقام في طهران لإنكار وجود المحرقة، وهذه من الأمور المخجلة وليس فقط المؤلمة. لا يمكن أن تسمح لا أمريكا ولا روسيا ولا أي دولة في العالم أبدا على الإطلاق بتكرار الإبادة النووية، وخاصة الإبادة لليهود في العالم، لأن هذه شئت أم أبيت، اختلفت مع إسرائيل أم أيت، بصرف النظر عن موقفك الوطني الديني الأخلاقي، هي الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وأي اعتداء في قنبلة نووية أو بسلاح كيماوي، ومن هنا كانت كارثة ما حدث بين العراق وإسرائيل، لا يمكن أن يقابل إلا بهدف ثمين جدا يعني. ونعلم كيف دفع الجميع ثمن استخدام أسلحة أو التهديد باستخدام أسلحة غير تقليدية، أسلحة دمار شامل. الآن خامنئي يقول، ونسأل الله أن يكون صادقا فيما يقول وليس التقية، يقول أنه محرم شرعا استخدام السلاح النووي، وأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاح نووي. ولكن أيضا معلوم جدا أن لا تستطيع إسرائيل، وقالتها علانية لبايدن، يعني نفتالي بيتن نفتالي بنت بنت قالها صراحة لبايدن، قالها في البيت الأبيض عندما التقاه، بأنه لن يسمح بتعريض أمن إسرائيل والإسرائيليين للخطر من قبل إيران، وأنه لا يؤمن بالأوتسورسينج، بمعنى لا يريد من أمريكا أن تدافع عنه. تحديد ضمني بأنه سيقوم بتوجيه ضربة. هل فعلتها إسرائيل؟ نعم، فعلتها بتموز إزراك، وفعلتها أيضا في شمال سوريا في الموقع النووي السوري. طيب، هذا يعني يا عزيزي أنه إذا وصلت الأمور لمرحلة ما قبل تصنيع القنبلة النووية، أنا أذكرك ببريماكوف. بريماكوف أيضا قال لن نسمح بضرب العراق، كان المبعوث الخاص، تذكر هذا الاسم، وضرب العراق، وللأسف ما زلنا نعاني من ولات طيب هذا الأمر حتى الآن. فأعتقد أنه لن تملك، حتى بوتين نفسه إن علم أن القنبلة النووية قد أصبحت جاهزة، لن يسمح بتكرار خيار كوريا الشمالية طيب وباكستان. الفارق يا عزيزي، وهذه جملة أخيرة، كوريا الشمالية فيها ديكتاتور لكن فيها دولة منضبطة.